السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ معكم محمد أولاني، رجعنا لكم مقطع جديد من سنو رانر، وهذه المرة رجعنا لكم بخريطة جديدة. نعم، راح ننتقل لمكان ثاني، خريطة جديدة، ونروح من البلاك ريفر اللي نحن فيه، وانهينا فيها مهمات كثير. حان الوقت يا شباب، صراحة حان الوقت ان نغير ونروح لخريطة سميثفيل دام. سميث في الدام، بسم الله. خلنا نروح، هاي خريطتنا، انهينا تقريبا معظم المهمات، ما ظل شيء بسيط، في كم مهمة بس تقريبا اكثرها خلصناها، ما ظل شيء. المهم يلا ننتقل للخريطة الجديدة لسميثفيل دام. بسم الله، ونبتدي مرحلة جديدة. نعم، هذه الخريطة، شو الخريطة؟ طبعا خريطة جديدة، للحين ما اكتشفنا فيها اي شيء نهائيا، ولا نعرف كان الجراج ولا نعرف شيء. المهم كبداية نروح نشوف لنا كم برج حتى نفتح الخريطة. أول شيء بناخذ يمين ونشوف التور هذا. خلنا نكمل نكتشف الخريطة شوي. هذا جراجنا، اوكي خلنا نرجع للجراج نعدل السيارة، خلنا نطلع نعبيها بترول ونصلح السيارة. هذا الجراج، نروح نكتشف اول برج اللي هوني، بس نطلع له، بنطلع المرونه هني مكملين. بسم الله، واول مهمه نكتشف فيها البرج الاول. طبعا يا شباب انا قادر اني افتح الخرائط بشكل سريع وانهي المهمات، لكن باديها بشكل خفيف معكم، يعني كل مهمه اخلصها ما انهي مهمات بشكل سريع، ولا اني نحاول نخلص مهمات مع بعض ونستمتع في اللعبة. شوف تورنا الاول الحين، هذا التور الأول. أوكي شوف فتحلنا، يا سلام، مهمات مهمات على كيفك. خلنا نشوف ال في أبجريد هني، في تطويرة، خلونا نروح نشوف التطويرة هذه، يمكن نحصلها محرك ولا شيء مهم للسيارات. خلنا نروح نكتشف في التطويرة ولاحقين على المهمات.
هذه التطوير على يميننا. لا 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 اوعى اوعى الحمد لله ان في عمود كهربائي انا نقدر نقلص ونرجع السيارة. هاي مشكلة السيارة هذه، مركب لها محرك قوي وسريع، فأي زلة يجلب على طول. شوف كيف ما تقدر تسيطر على السيارة. بس لكن صراحة محرك سيارة قوية تنفع لي الأماكن هذي. وصلنا قريب للتطويرة. شوف شو التطويرة الموجودة. اوكي حصلنا محرك ال AAT 6B44. هذا الله يسلمك. شو تراك ليست اشوف ليش شو هذا. للسكوت 800 وللشفروليت CK 1500. حلو محرك. بالمرة نروح نفتح التور هذا. انا نرجع نفس الطريق. هذا الفيديو مرة نشوف الخريطة الجديدة، نكتشف الأماكن، نفتح التورات والمهمات لاقي عليه إن شاء الله. نشوف في تطويرات جديدة تطلع لنا. هذا أول تطوير وحصلنا محرك، ونشوف ونركب التراكات الموجودة عندنا. ان شاء الله بننهي الخريطة هذه بشكل سريع من مهمات ومن امور. كيف بنطوف من هنا نطلع اختصار الاماكن المائية هذه برايها. لا لا دير بالك يا حبيبي دير بالك. أمور طيب هذا في الأماكن الطينية مالك. بس مشكلته إنه هاي مشكلته شوف كيف. هاي مشكلته إنه خفيف على طول، أي حركة وأي على طول ينجلب. هاي مهمة هني بعد لحقنا على المهمات. شوف التور هذا ما وين وصلنا. هذا هذا يبين عليه مصنع. اي والله هذا مصنع شيء مهم. ما نروح للتور. تور كيف نروح للتور؟ تور لازم نطلع له. اتوقع نرجع له لازم من الطريق الثاني. اوكي بنرجع له من هني. نطلع له من المنطقة هذي. دير بالك السيارة هذه جيب هذا انك تكون جاي بسرعة وتلف على طول ينجلب عليك.
شوف كيف، يا سلام عليك. نطلع صوب التور. ايوه هذا التور قدامنا. روح نفتح التورات اول شيء، نكشف فيها الخريطة، نشوف المهمات الموجودة، التطويرات الموجودة على الخريطة. هذا التور. لا لا لا، دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك. وصلنا له. افتح. شفنا الخريطة. اوكي، وهاي التطويرة بعد. يا سلام. ما في، على طول على طول نروح للتطويرة. شوف لنا طريق هني، كمل لين هني. تعال. نعم للتطويرة. روح هني واسحب على التطويرة. هنغير ال هلا ابنك. خلاص ظهري احسن. نروح نكتشف التطوير الجديد بعد. التطويرات مهمة يا شباب، اي تطوير موجود على الخريطة حاول تفتحها على طول. تحصل لك محرك قوي، تحصل لك بوكس ستيرنج على الجانبين، على المهم انه شيء يفيدك. فعلى طول حاول انك تكتشف المكان، تشيل التطوير هذه. تطوير واحدة خلصناها الحين في الخريطة، هاي الثانية. يا سلام، شوفوا شوفوا البحيرة. ها هذا بحيرة سد، سد ماي هذا سد. شو السد هناك؟ لا 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 تنجلب علينا هي، ما فينا بعدين. ما نقدر نشيلك ولا نقدر ردك. وهقنا نرجع الجراج. خليك في السيفتي ومش عدل. ما فينا نرجع الجراج، الطريق بعيد. هنروح للتطوير هذه. هذا تجيب، الحلو فيه ان الفور ويل منه فيه. شوف الدفلوك، الدفلوك تقدر تتحكم في الدفلوك، تشيله ولا تخليه. والفور ويل منه فيه. راح تجيب وحش وحش، بس مشكلته الوحيدة انه خفيف. اي زلة واي انزلاق على طول يجلب عليك. هلا قبل شوي نمدحك، خلف الدفلوك. المنطقة هذه صراحة تخوف. خلنا شوي نبعد من المناطق المائية هذه. هاي التطوير قريبنا.
وصلنا تطويره. حصلنا محرك بعد حرك اس اي سي 6 في 2308. نشوف لي يقول لك هالمحرك للانترناشيونال ترانستار 4070A، هذا كي تراك. اوكي حلو، هذا محرك ثاني. اوكي وين مهمتنا الجديدة الحين؟ هذه تطويرتين محركين، يا سلام. وين هذا الوستور القريب؟ ما في، روح اكتشف، اطلع ارجع، روح لل بروح للتور هذا، شوفوا لنا ونفتح التور هذا يمكن حصلنا تطوير جديد بعد. مره مشكل البترول، البترول عاد ما راح يكفينا. للحين ما اكتشفنا محطة بترول. نكمل اول شي، خلنا نكمل نشوف هني، نكمل ما رجعني بندخل، ممكن حصلنا تنكر بترول ولا اي شي نعبي فيه بترول، بس ممكن حصلنا في المناطق هذه في المصانع هذا تحصل لك اوقات انه في تراك البترول موجود. انا البترول ما بيكفينا لين نروح للتور، ممكن يوصلنا، ممكن يوصلنا بس الاحتياط واجب دام ان المصنع قريبنا. نمر ونشوف. حبيبي لا تنزلب، لا 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 دير بالك، يا السلام عليك. ما في تراك، ما في شيء، عمي بترول بس. والله ما في شيء، في تراك هناك بس ما ادري ما شو هذا. تراك هنا، تريلة اغراض اكيد مهمة بعد هذي. هذا التور مكان الصراحة صعب، بناخذ من هني ونكمل نكمل لين نشوف لين البترول ما يكفينا. ما في، نخلص البترول كامل. والله المناطق حلوة في الخريطة هذه. هذا قريب، خلنا نتخلى من هني، ما في اختصار، ما بيكفينا بترول ان اخذنا لفه ونروح ونرجع. ايوه روح، ما في، بس لا تنجلب هني، ما في شيء ساعدنا ان يسحبك. خله في الدفلوك، بند المحرك اللي خسرنا بترول. نشوف التور هذا، نشوف الخريطة. المرة ما طلعت لنا التطوير، لا مو مشكلة. تقريبا خلصنا 3 تورات، باقي لنا بعد 3. نص الخريطة الحين كشفناها، 3 تورات وتطويرتين. مرة التطويرتين حصلنا على محركين، شيء جيد.
نكتفي بهالتطويرتين بالفيديو. ان شاء الله اعجبكم الفيديو، ومع الخريطة الجديدة هذه لسميث فيلدام نبدأ مرحلة جديدة. ولا تنسونا من لايك والاشتراك في القناة يا شباب، ولنا لقاء ثاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.